لا مجال للتدخلات الخارجية السافرة بحق اليمن وأبنائها، ناهيك عندما يتعدى التدخل إلى محاولة للاحتلال الذي من شأنه أن يغير مجرى التاريخ. رسالة عبر عنها أبناء اليمن خلال وقفتهم المطالبة بإيقاف العدوان السعودي الغاشم، مؤكدين أنهم أحرص على بلدهم من غيرهم. الشارع اليمني أكد أن من يدعي حرصه على أمن واستقرار اليمن لا يقدم على ارتكاب جرائم بحق إخوانهم وأبنائهم وممتلكاتهم، ومحاولة الانتقاص من شعب عرف على مر التاريخ بكل الصفات الحميدة التي قد لا توجد في غيره. ما دام في أرض اليمن كم من أسد، بننتظر إن شاء رب العالمين، وبنرضي عما بيحصل في البلد، رضي على عرضه وباعه للمعتدين. خرجنا اليوم لندين الاعتداء الغاشم الصهيوني الأمريكي على اليمن، ونقول لكم أيها السعودية، أيها الجبناء، اليمن لن تخضع ولن تركع، ونحن صامدون إن شاء الله. أبناء اليمن أكدوا للقوى السياسية المؤيدة للعدوان السعودي ممن يدعون جهارا بالوطنية وحب الوطن المتمثلة بجماعة الإخوان أن تأييدهم للعدوان على إخوانهم وأبنائهم ومقدرات الشعب تعد خيانة عظمى للوطن، ما يعكس مدى إفلاسهم وعجزهم عن مواجهة التحديات التي تواجههم ولجوءهم للخارج كي يحقق ما عجزوا عنه، مؤكدين أن ثمن العمالة والخيانة لن يكون بالسهل دفعه. بيان حزب الإصلاح إخوان مسلمين اليمن الذي صدر أمس يعتبر فتوى جديدة لإباحة سفك دماء اليمنيين التي لن نرضى عنها، وبالتالي يجب علينا تقديمهم للمحاكمة وحل حزب الإصلاح. نرفض هذا العدوان البربري الغاشم من قبل قوى الاستكبار العربي وليس العالمي، والذي اشتروا الناس بأموالهم القذرة. الشارع اليمني تساءل عن الأسباب التي دعت السعودية لتبنيها هذا العدوان البربري، مؤكدين أن شرعية الحكام لا تفرض بقدر ما توهب، مؤكدين أنهم لن يدعوا هذه العاصفة أن تكتمل في عدوانها دون أن يقدموا لها الرد المناسب، والذي لن يكون في حسبان متزعميها. لم يتعذرون للشعوب العربية ولشعوبهم بالتدخلات أو الإيران أو كذا، فهؤلاء هما عملاء للأمة، فهذا غير صحيح. فإذا كانوا في الشعب اليمني حوثيين 5%، فالآن هما الشعب اليمني 100% أنصار الله، فنحن فداء لهذا الوطن. يا من زرعت الشوك لك بايعود وعزة الخالق ووجده، وأقول للسيسي الذي صفق له كل يمني من أجل حماية العالم العربي، تقول في كلمتك وأريد أن يبثها كل العالم، ما كانش ممكن أن تبني مصلحة أحد على أحد، وما كانش ممكن أن توقف أمام قلق الأمن السعودي. ألا تبني مصلحة السعوديين على مصلحة اليمن الذي هم نسل العروبة. مواقف ليست بالغريبة من شعب الحكمة والإيمان، شعب عرف برفضه الاحتلال والهيمنة عليه، شعب كتب التاريخ في أنصاع صفحاته عن مآثره وبطولاته التي سطرها على مر التاريخ وردعه لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره وحريته. هكذا هم أبناء اليمن، وهكذا هو تاريخهم لمن غاب عنه التاريخ أو يحاول القفز عليه. صور تخرص التكهنات وتلجم الأصوات النشاز المدعية الانتماء لليمن، محذرين متزعمي العدوان ومؤيديهم من غضبة الحليم. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء.